اتحاد الدولي لكرة القدم وافق على التجربة ديال القوانين الجديدة اللي غتبدل كرة القدم كليا. قبل ما نعرفوا البلان ما تنساش لايك وفولو باش نتموتيفا ونديروا بزاف حل الفيديوهات. قبل ما نعرفوا شنو هما هاد القوانين الجداد ضروري نعرفوا منين تيجيو وشكون كيقترحهم. نبداو من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم EFAB اللي كيتكون من 5 ديال الاعضاء اللي هما الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاتحاد الانجليزي، الاتحاد السكوتلندي، الاتحاد الايرلندي والاتحاد الويلزي. حتى هنا مزياني كاين واحد اللجنة خاصة بتطوير كرة القدم واللي هي تابعة للفيفا واللي كيترأسها الفرنسي أرسن فينغر اللي كان مدرب الأرسنال سابقا، والخدمة ديالهم هما يلقاو قوانين اللي كتبان ليهم غتعاون ومهمة لمستقبل كرة القدم بحال قوانين جداد ديال التسلل، قوانين جداد ديال تضييع الوقت. مثلا بحال اللعبة اللي شفتوها في كأس العالم اللي فات كيحسبوا أي ثانية ضاعت لهم في الماتش وكيجمعوها في الأخر ديال كل شوط في الوقت بدل الطائع. المهم الفكرة وصلت. من بعد فاش ليكيب اللي خدامين معاه تيقدموا ليه بزاف ديال الأفكار والاقتراحات، أرسن فينغر كيختار الاقتراحات العقلانية واللي بصح في النظر ديالو غيفيدوا عالم كرة القدم من هنا لقدام، وكيقترحهم على مجلس الاتحاد الدولي بموافقة الفيفا والاتحادات اللي ذكرناهم، كيشوفوا واش غيقبلوا لهم ولا لا. وبطبيعة الحال ماشي غير كيوافقوا عليهم كيطبقوا في ديك الوقيتة، لا كيحطوها قيد التجربة. مثلا تيمشيو لبلدان صغار وكيهبطوا للكاتريام ديفيزيون ديالهم وكيجربوها لواحد المدة معينة، وفي الاخر التجربة كيشوفوا واش هاد الفكرة بصح مزيانة ولا لا، وديك الساعة كيطبقوها في اقرب بطولة كبيرة غتلعب، ومن بعد بشوية بشوية كل دوري في العالم كتبدا تطبق عليه. هنا فهمنا الفكرة العامة ديال هادشي كامل اللي غندويو عليه. دابا غنشوفوا شنو هما القوانين الجداد اللي اقترحهم أرسن فينغر وبداو تيتجربوا. حنا هنا غندويو على ثلاثة مهمين، واحد فيهم بنسبة كبيرة غيطبق الموسم الجاي. القانون الأول هو أن الكرة فاش كتخرج للتماس نورمالمون كتلعب باليد. فينغر اقترح أنه يبدا يتلعب بالرجل بحال كرة الصالة، والهدف هو زيادة الوقت الفعلي للاعب. وبزاف الناس انتقدوا هذا القرار بزاف ديال الأسباب. شي تيقول أن الحلاوة ديال كرة القدم داخلة فيها هذا التوش هذا، وشي تيقول أن التماس ما غيبقاش أصلا، راه غتولي أي كرة كتعتبر ركنية. والصراحة حتى أنا ما متفقش على هذا القرار هذا. القانون الثاني هو الكارطة الخضراء. كلشي دابا غيتسائل كيفاش البلان ديال هاد الكارطه الخضراء هادي. نرجعوا شويه للور. قبل من هاد الكارطه كانت بانت واحد الكارطه بيضاء اللي خرجات في بزاف د الماتشات، ومنهم الماتش اللي كان في الدوري البرتغالي للنساء بين بنفيكا وسبورتينغ لشبونه، فاش الحكم خرجها للطاقم الطبي ديال بنفيكا حيت تعاونوا مع الطاقم الطبي ديال لشبونه باش يعتقوا واحد من الاعضاء اللي كان في البونتوش اللي وقعت ليه حاله طارئه. دونك هنا هاد البطاقه كتخرج للناس اللي كيساهموا بشي حاجه زوينه وفيها روح رياضيه في التيران. اما هاد البطاقه الخضراء كتعطى للاعب اللي كيتهجم على الحكم ولا اللاعب اللي دار شي خطا تكتيكي. القانون ديالها هو ان اي لاعب خداها كيتطرد لمده 10 دقائق. اما القانون الثالث واللي غالبا غيتطبق العام الجاي هو نظام التسلل الجديد. هو مختلف تماما على القانون اللي كاين حاليا. اليوم كيتحسب التسلل على الجسم ديال اللاعب كامل حتى الكتف ديالو. اما القانون الجديد كيف ما كتشوف في التصويره هذه اللي قدامكم، اللاعب خاص يكون خارج على الخط كليا باش يتحسب انه متسلل. وكانوا هادو هما القوانين الجداد اللي محطوطين قيد التجربه. انت كمتتبع كره القدم شنو هو القانون اللي بلك مزيان في الثلاثة، وشنو السبب اللي خلاه يعجبك؟ خلو لينا في لي كومونتير، وما تنساوش لايك وفولو وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم. كان معكم موسينو، نتلاقاو في فيديو جديد.